خلينا ناخذ هذه جانبا ونتساءل. الرياضة السعودية الحقيقة، الكرة السعودية عموما، وهي يمكن محور ارتفاع المستويات، وهي حديث الشارع، وهي المقلق الحقيقة، لأن كرة القدم الآن أصبحت حضارة دول وحضارة أوطان الحقيقة. الكرة السعودية بدايتها يمكن منذ وليس والله مجامل منذ تولي سمو الأمير محمد ملف المجلس الاقتصادي والأمني الحقيقة. ففي أول يعني خلينا نقول المجلس واختصاصاته الحقيقة، في أوقات سابقة كانت كرة القدم والرياضة عموما تعتبر من الثانويات في الاهتمام الحقيقي، لكن سموه وضعها من أوائل الاهتمامات اللي كانت تهتم بجانب كبير، واعتبرت من الحضارات التي الحضارات أول شيء اللي لها علاقة بالشان الأمني، لها علاقة بالشان الاقتصادي، لها علاقة بالشان شعبية كرة القدم، لها أهمية كبيرة. فعمل الحقيقة الدراسات كانت من البداية الحقيقة، وبدأ التغيير، والتغيير الحقيقي بدأ بالطبع. ولكن الحقيقة يمكن أنا من الجيل القديم، أنا كأنني أتذكر إشعاعات وبدايات انطلاقة الكرة السعودية. انطلقت الكرة السعودية يمكن الجميع يعلم في عهد الأمير فيصل بن فهد. يعني أتذكر لما قلت مانشستر يونايتد، سبحان الله عندي تفاؤل لسبب واحد، كانت الكرة السعودية في ذلك الوقت كرة خلينا نقول مهزومة في أرض الملعب الحقيقي. وجاء الأمير فيصل وتساءل، قال حق جبنا الملاعب ذاك الوقت، ملاعب الكرة السعودية من أفضل الملاعب، جبنا الملاعب والمدربين والعالمين وزاجة وجب أبغى سبب معين. فالله يرحم يسكن جنة النعيم، طلب من مذكرة بأنه جميع مدراء المكاتب رعاية الشباب يرفعوا لي عن الأسباب اللي خلت كرة القدم السعودية تصل إلى ما وصلت إليه، وكل واحد يعطي رأيه ورأي الخبراء اللي عنده. وأيضا استعان برضه بقامات في رعاية الشباب. فقدموا إلى مكتب سموه، يمكن هذه كانت كل واحد جاب له ملف يمكن، فكانها قصة. فتساءل قال يعني هذا الموضوع لو يعني روسيا تبغى تحتل أمريكا ما جبتهم في الكتب، أنا أبغى خلاصة الكلام. فأعطي الحق خلاصة الكلام وقال لهم في الاجتماع، قال الخلل ليس فني، الخلل إداري. فأستعان بأول أكاديمية إدارية في تاريخ الوطن العربي اللي هي أكاديمية جيمي هيل. وللمعلومية أكاديمية جيمي هيل هي من صنع حضارة الكرة السعودية، وبدليل هي جاءت في آخر 79 80 بدأ الحراك، 82 لوس أنجلوس، 84 بطولة آسيا، ومن ثم انطلقنا إلى البطولات اللي لازالت هي الفخر والحلم حتى الآن. والحقيقة أكاديمية جيمي هيل لما أتت كان لها جوانب كثيرة، كان لها جوانب إدارية وجوانب معنوية، حتى لدرجة أن جمعية شوف جيمي هيل اللي في الثمانينات كانت تدرس الجمهور في مباريات كانت بسيطة زي الأندية المجرية، فخلقت حراك جديد. ومن ذلك الحراك، فإحنا الآن أنا أقول تركي آل الشيخ الحقيقة ولا شك الآن هو شعاع الساحة، الرجل الحاسم الصارم الحقيقة، كل الخطوات مبشرة الحقيقة. وهذه على فكرة هذه من أكبر المبشرات، لأنه الحقيقة صناعة اللاعب السعودي، والأخوي سلطان يمكن يعرف الآن صناعة اللاعب السعودي يجب أن تعاد على 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 الفئات السنية. صحيح. الآن اللاعب السعودي يفتقد إلى موهبة البدايات، ومن الملعب الصغير من الممكن أن نصل إلى ما نصل إليه. الآن كثير من اللاعبين لا زال يفتقد الأبجديات الكرة ولأسباب. الآن الشارع لم يعد موجود، أصبحت المدينة مصمتة وسمنتية. نخلق الآن الأكاديميات، هي الحل البسيط. وأتمنى أن يحقق هذا الشاب الطموحات، وسيحققها في ظل حزمه وعزمه وعدم نظرته إلى الخلف. جميل، نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لرياضتنا.